رحبوا معايا باللي منورنا ومشرفنا، النجم الجميل والكابتن القدير كابتن محمد يوسف. مساء الفل يا ابو الكباتن، منورنا ومشرفنا، ومبروك ليك ومبروك لكل ابناء النادي الاهلي هذا الفوز الكبير، وبالتاكيد مبروك لمنتخبنا الوطني فوزه اليوم على غينيا. الله يخليك كابتن شوبير. الاول طبعا سعيد ان انا اكون معاك النهارده نورنا. ومع كل جماهيرك، والف مبروك لمنتخب مصر النهارده، مبروك لكل مصر برضو على فوز النادي الاهلي ببطوله افريقيا. مش مبروك بس للاهلاويه، بل مبروك لكل جماهير مصر بجميع انتماءاتها، لان الاهلي كان بيمثل مصر في هذه البطوله. فبنتمنى ان شاء الله مزيد كده من التقدم ومزيد من الانتصارات وبطولات ان شاء الله لمنتخب مصر والنادي الاهلي ان شاء الله. خلينا نبدا بمباراه المنتخب مع غينيا، مباراه في كل يعني هي مباراه خارج ملعبنا، لعبنا بقى في غينيا، لعبنا في المغرب، مباراه خارج ملعبنا. ونقيم تجربه روي فيتوريا مع المنتخب، 6 مباريات، 3 ودية و3 رسميه، كسب ال6 مباريات ومنها مباراه من العرش الثقيل لما بتلعب مع بلجيكا، مباراه من العرش الثقيل. ملاوي في ملاوي بعتبرها كان دمها تقيل، لانها كانت نقطه التحول في مسيرتنا، خاصه كان عندنا خساره من اثيوبيا. شفت ماتش النهارده ازاي؟ شفت تاهلنا في صداره المجموعه ازاي؟ بس تعالى نسمع فيتوريا قال ايه عقب هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكه القنوات تون تايم سبورتس من مدينه مراكش، وفوز منتخبنا الوطني يصحبه تاهل الى كاس الامم الافريقيه كوت ديفوار. سعدنا ان يكون معنا المدير الفني روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، وكابتن محمد مدني تيتو. اولا طبعا ببارك له على الفوز، وببارك له على التاهل الرسمي لكاس الامم الافريقيه، احدى الخطوات اللي تم الاتفاق عليها. هو الطبيعي لمنتخبنا الوطني ان يكون متواجد في نهائيات كاس الامم، لكن بالنسبه له هو كمدرب خطوه نجاح بالنسبه له مع المشوار. شايف ازاي هذه الخطوه وتعليقه طبعا على المباراه، خصوصا ان الاداء في الشوط الاول لم يكن هو المرجو من اللاعب؟ هنرجع تاني لمحمد طه، لان اللقاء مع فيتوريا غايه الاهميه. هستاذنك لما يرجع تاني طه مع فيتوريا هنبقى نروح هناك، لكنه ارجع اكلمك على المباراه، ازاي شفت هذا الانتصار؟ والله النهارده يعني مباراه طبعا مع منتخب غينيا زي ما حضرتك قلت في المغرب، ودي يمكن جنبتنا صداع شويه لعب في افريقيا بالظروف والامكانيات اللي بتبقى شويه قليله وبتبقى الارضيات صعبه والسفر برضو نعم. اسهل المغرب، الاقامه بتبقى اوفى احسن. المغرب حاسس انك في بيتك. مظبوط. نعم. وانا شايف لعيبه النادي الاهلي كمان حسن الحظ طبعا. طبعا ركبت بقى مع نهائي افريقيا والاهلي فضل لعيبته هناك، فدي برضو عملت توفير شويه في حته الاجهاد، رغم ان ظهر عليهم النهارده بعض الاجهاد، اذا كان محمد هاني، اذا كان محمد عبد المنعم برضو في بعض المواقف. لكن انا بقول بقول ان طبعا خروج النهارده خروج النهارده بالمنتخب رغم ان الشوط الاول ما كانش احسن حاجه، لكن الشوط الثاني الاداء كان احسن بشكل كبير. انت بتخرج فايز، بترجع من بعيد خالص. لو تفتكر ان احنا كنا اول مباراه لما كسبنا غينيا كان 1-0، وبعد كده خسرنا وبعد كده خسرنا من اثيوبيا 2، ثم جه فيتوريا تولى المسؤوليه وكسب 3 مباريات متتاليه. كسب ملاوي راح جايب 6 اهداف 2-4-0، وبعد كده كسب النهارده 2-1، فيعتبر هو واخد العلامه الكامله. صحيح. انا شايف طبعا المباراه النهارده من وجهه نظر نجمها الاول تريزيجيه، لانه بعد فتره غياب عن المنتخب قدر النهارده انه يصنع هدف ويسجل هدف. اداؤه حتى خلال المباراه بيقول ان هو عنده رغبه شديده، رغم انه ما بداش المباراه، نزل بعد 10 دقائق من الشوط الاول، لكن ولا كانه كان احتياط، لكن هو ده الاحترافيه. نعم. نجم كبير زي تريزيجيه خد احسن لاعب النهارده في المباراه، رجل المباراه. وفي نفس الوقت كمان عجبني بقى شخصيته جوه المباراه، لانه فعلا لعب ال80 دقيقه كلهم بشكل يمكن في قوه، في اصرار. عجبني تيشيرت المنتخب والله يا كابتن يوسف. طبعا ده الجديد والارقام معموله بشكل حلو لذيذ يعني. التاني. نعم. فأنا شايف النهاردة أن المنتخب طلع بأكتر من المكسب بس. نعم. أول حاجة اتصدر المجموعة. أيوة. وضمن التأهل. رقم 2 اتحسن الرانكينج بتاعنا بفوز النهارده. نعم. وان شاء الله هتلعب مع جنوب السودان. نعم. فهتلعب مباراه وديه برضو ان شاء الله تكلل بالفوز. نعم. دي مهمه جدا جدا قبل القرعه بتاعه تصفيات كاس العالم، على اساس ان انت تقدر تبقى متصدر
او تقدر تبقى على راس مجموعه. نعم. فدي حاجه هتنفعنا جدا، ودي اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل كده، ان لازم المنتخب يلعب في الاجنده الدوليه عدد مباريات عشان يقدر ان هو. طيب خليني اسالك عن التشكيله النهارده اللي بدا بيها الراجل الشناوي وهاني وعلي جبر وعبد المنعم وحمدي وحماده وعطيه وزيزو وصلاح ومرموش ومصطفى محمد. يعني هو طبعا التشكيل المتوقع، يعني بتتكلم على خط الظهر طبيعي جدا. شفنا محمد هاني طبعا فترة اخيره مع المنتخب مع الاهلي مميز جدا. علي جبر ومحمد عبد المنعم هما يعتبروا دلوقتي الاكثر اتنين مساكين في الفورمه بتاعتهم الدوليه. اصابه حجازي طبعا اثرت، كان ممكن يبقى حجازي ومحمد عبد المنعم. محمد حمدي انا شايفه نتمنى كل الشفاء لحجازي. لحجازي طبعا عمل موسم هايل، بني ادم جميل ولاعيب جميل وقائد كمان، وانسان رائع وقائد رائع، قائد حاجة، كل قاموس الروعه موجود في احمد حجازي. فطبعا الاصابه بتاعته شويه هتعطله، لكن نتمنى ان شاء الله انه يرجع بالسلامه. فمحمد حمدي انا شايفه كمان باك ليفت هايل جدا، وانا شايف المستقبل قدامه بشكل قوي. لانه عنده كذا ميزه، عنده اولا التوازن ما بين الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه، ودي نادرا لما بتلاقي باك ليفت بيأدي الناحيتين بشكل كويس. يعني دايما يا اما هتلاقيه هجوميا مميز ودفاعيا اقل شويه او العكس. لكن محمد حمدي فعلا اداؤه لما تبص عليه سواء في المنتخب او مع بيراميدز هتلاقيه مميز دفاعيا وهجوميا. وسط الملعب طبعا ثلاثة، محمود حمادة ومروان وزيزو. دي طبعا يعني حاجة من الحاجات اللي يعني فيتوريا مميزة في فيتوريا. انت فاكر كيروش كان شوية بيلعب بالثلاثة اللي في وسط الملعب، كانوا ثلاثة يميلوا الى الحتة الدفاعية شوية. لكن فيتوريا عامل العنصر اللي هو فيه ميزه انه بيلعب بتمانيتين، زيزو ومحمود حماده. أيوه. فعامل شويه كثافه هجوميه، ولو بصيت لكل نتائجه هتلاقي ان هو دايما عنده الحته الهجوم، بيحب يهاجم. ايوه هو تحفظنا شويه كروش. ايام كروش كان متحفظ. شويه بيلعب بالثلاثه بتوع وسط الملعب اتنين يعني بيبقى فيهم حته دفاعيه شويه. فكان بيبقى في تحفظ في الحته الهجوميه، وكانت بتاثر بصراحه في كميه الاهداف او الشكل العام. ده صحيح. مرموش وصلاح ومصطفى هم طبعا الثلاثي اللي بيلعب في الفتره الاخيره، ويمكن تريزيجيه بعده شويه عن التشكيل الاساسي بسبب لكن وجود رباعي هجومي محترف. يعني بتكلم طبعاً. صلاح وليفربول، مصطفى محمد والنانت ومبارك النهارده تم شراء عقده لحد 2027. مرموش دوري الالماني، تريزيجيه الدوري التركي. والنهارده الرباعي كان هو صانع الاهداف، يعني ما بين مسجل، يعني مصطفى محمد بيسجل وتريزيجيه بيسجل وصلاح بيصنع. صلاح بيصنع، ده شايفه برضو مدينا تقل هجومي يا كابتن محمد. مدينا طبعا مدينا تقل هجومي ومدينا حلول كمان. لان النهارده زي ما انت قلت يمكن صلاح يعني النهارده مش في اوج المستوى بتاعه، لكن قدر يصنع. اللي صنع لك الهدف الاولاني، صنع الهدف الاولاني مع تريزيجيه صنع لمصطفى محمد في اكتر من فرصه كمان، كانت يعني كانوا ممكن يزيدوا من الاهداف في كذا كوره جت لصلاح، كان ممكن ينهيهم اكتر من كده. لكن بتقول ان اميز، انا وجهه نظري اميز خط بالنسبه للمنتخب هو خط هجوم المنتخب. خط هجوم المنتخب لان حتى اي ثلاثه هيلعبوا واللي موجود بره غير عمر مرموش او تريزيجيه، عندك في محمود كهربا، عندك في حسين الشحات زي النهارده. اتنين مميزين جدا وعملوا بطوله افريقيا مع الاهلي. لولا الارهاق على فكره كانوا خدوا يعني كان حسين الشحات ما خدش، كهربا انا مبسوط في الدقيقه 89 لو خد في الدقيقه 640. لكن الراجل بيديله ماتش دولي بيتحسب له. مظبوط. وعمل كوره لصلاح وصلاح حاول اداله تاني وكان هيبقى انفراد هدف. كهربا قيمه كبيره، وكهربا من الفراوده المميزين جدا وبيقدر يحرز اهدافه، وفعلا ليه عايز اقول نصيب كويس قوي في بطوله افريقيا ال 11 للنادي الاهلي السنه، السوبر وبطوله الكاس وبطوله لعب دور كبير جدا. ومحدش كان متوقع ان هو يرجع بعد فتره تعود بوعد كبيره قوي بالشكل ده. لسه هنتكلم على النادي الاهلي اجماليا. يعني انا شايف المنتخب فيتوريا عامل شكل للمنتخب، عامل استراتيجيه. اولا تحس ان هو نازل بمعدل الاعمار وبشكل متدرج. يعني مهم جدا جدا المدرب لما يكون عنده استراتيجيه عايز يوصل للهدف، ما يبقاش فيه يعني سرعه او انه خطوه من غير ما يبقى فيه دروبات بالنسبه للنتائج او بالنسبه للاداء بالنسبه للمنتخب. فهو ماشي بشكل كويس جدا، ونتمنى ان شاء الله ان ننهي التصفيات بقى، خلاص اخر ماتش في اثيوبيا ده هيبقى في سبتمبر القادم.
نتمنى ان شاء الله ان ندور بقى على الهدف الجديد. نعم. كاس العالم. هل شايف انه طالما بتتكلم على كاس العالم انه فيتوريا بقى عينه على كاس العالم انه يتصدر مجموعته، انه يستمر في المركز الخامس في التصنيف الافريقي، انه كده ان شاء الله بنسبه كبيره نبقى على راس مجموعه، ده هيسهل لنا الماموريه شويه في كاس العالم. شايف ان الراجل شايف موضوع الرانكينج ده او التصنيف ده حطه في دماغه قوي يا كابتن محمد؟ طبعا طبعا طبعا، لانه ده يعني واضح جدا من اجراءه للمباراه الوديه، كسب بلجيكا منتخب تقيل. في نفس الوقت يا كابتن دلوقتي بعد زياده المقاعد، انت زودت عدد المقاعد لتسعه في نعم تسعه ونص كمان. نعم. تسعه والنص ده هيلعب مع ملحق اسيا. نعم. فيعني لازم متصدرين المجموعات ان شاء الله يتأهلوا. ان شاء الله نوصل. انا مش عايز اقول لازم. نعم. مفيش حاجه في الكوره لازم، لكن ان شاء الله مصر بحجمها وبعد القابها وبنجومها وبتاريخها لازم ان شاء الله ان شاء الله تكون موجوده في كاس العالم القادم ان شاء الله. اول مره مع فيتوريا نتاخر يعني، واول هدف يسكن مرمانا في مباراه رسميه. مظبوط. يعني بلجيكا 2-1 لكن ملاوي 2-4-0، غينيا 2-1. شايف انه ازاي قدر يرجع للمباراه؟ انت عارف بعدها بثواني محمد صلاح ضيع فرصه لا تضيع، وما ضيعش محمد صلاح بالتحديد يعني، لكنه بعدها برضو بكام دقيقه كان محمد صلاح بيصنع الهدف الاول لتريزيجيه. فكره العوده نفسها وطريقه العوده شفتها ازاي؟ لا هو يعني تشعر ان فيتوريا هادي، مش من النوعيه اللي هي بتتشد على الخط. الطبيعي لما تلعب غينيا 10 مرات الطبيعي ان انت تكسبها. لا بس خلي بالك احنا كسبناهم اربعة، هم كسبانين ثلاثة يعني. قبل المباراة دي الامور متقاربة جدا. بس يعني انا بتكلم غينيا فريق محترف كله يعني. بس انا بتكلم برضو على منتخب يعني. مصر. نعم. كاسم، كعدد فوز ببطولات افريقيا. لكن انا شايف كان الاداء حتى قبل الهدف في يعني بنزول تريزيجيه، بصراحة تريزيجيه حرك الحتة الهجومية لمنتخب مصر. نعم. طبعا وبدلك طبعا لمرموش، وطمنا محمد طه الحمد لله انه كويس الحمد لله. وفي نفس الوقت كمان محمود حماده. نعم. مع تكمله زيزو، يمكن زيزو كمان برده ما كانش في احسن حالاته. نعم. لكن برده تكمله هجوميه بيحاول بيروح على 18، فتريزيجيه قدر بنهايه الشوط، ودي حاجه مهمه جدا ان انت قبل ما تخرج تفرق قوي لما تخرج 1-1 غير لما تخرج 1-0. طيب. فكره حمدي فتحي ورمضان بيكهام، والتغيير ده تم في الدقيقه 66، تغييرين كانوا مهمين جدا. بعدها ب 12 13 دقيقة نجحنا في تسجيل الهدف الثاني، خرج طبعا محمد هاني ومحمود حمادة. شايف التغيير ده بالنسبة لفيتوريا كانت وجهة نظره الفنية ايه، وهل كان تغيير موفق بصرف النظر ان النتيجة اتعدلت؟ هو طبعا محمد هاني كتر الف خير. لانه لاعب من 3 ايام. نعم. نهاية افريقيا بشد. نعم. عصبي بضغط. نعم. بمباراة في وسط الجمهور الوداد يعني. لا فهو طبعا فضل في الدقيقة 66 ان يخرجه. نعم. محمود حماده برضو نفس الكلام عشان حمدي فتحي يقدر يديله حيويه في وسط الملعب. نعم. كانت النتيجه 1-1 وده. نعم. دليل ان هو عايز ياخد المباراه. صحيح. طالما عمل تغييرتين بالشكل ده يمكن عشان يحافظ. بيكهام نازل فايق. محمد هاني خلاص بدا يستنفذ طاقته، او 66 دقيقه ده كويس قوي. وحمدي فتحي. نعم. في الفتره الاخيره بنشوفه بيلعب 8 مع النادي الاهلي، بيقدر يكمل، فلعب نفس الدور اللي لعب بيه. نعم. او كان قدام محمود حماده.